صح في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شرفها الله على سائر النساء، وهذا الفضل يشمل الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة، فإن الله وعدها في الدنيا رزقا كريما ووعدها في الآخرة المغفرة، إن الله قال: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالمغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الدنيا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها بهذا الحديث وبين درجتها، كذلك يشمل هذا التفضيل ما خصها الله به من العلم النافع، فكانت من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين شهدوا نزول الوحي، وكانت من أعلم الصحابة، وكانت من أهل الاجتهاد والفتوى، ولذلك جمع الزركشي رحمه الله ردودها على الصحابة فكانت كتابا سماه الإصابة فيما ردت به عائشة على الصحابة. وكذلك بقية أمهات المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذلك أم سلمة رملة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأم حبيبة أقصد هند أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهؤلاء قريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعن معه في مرة، وكذلك سودة بنت زمعة بن عبد قيس وهي من بني عامر بن لؤي من قريش أيضا، وكذلك بقيتهن، فمنهن زينب بنت جحش بن لئاب بن ضبة الأسدية ومن بني أسد بن خزيمة، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزيمة، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية من خزاعة، وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وأختها لأم وهي زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة أيضا، وأمها وأم ميمونة بنت الحارث هند بنت عوف الحميرية التي صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وصاهرها أبو بكر، وصاهرها علي، وصاهرها حمزة، وصاهرها العباس، وصاهرها جعفر بن أبي طالب، وصاهرها عبد الرحمن بن عوف وعلي، نعم عددته. ومن من يعد في مصاهرتها أيضا أنها أن ابنتها أم لخالد بن الوليد، فلا يعد الوليد مع أصهارها المذكورين، لكن يعد ابنه خالد معهم فهو ابن بنتها. وأمهات المؤمنين كذلك من غير العرب منهن صفية بنت حيي بن أخطب، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبها وأنها من ذرية نبي الله هارون بن عمران، وأن عمها موسى بن عمران، وعندما فاخرها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتها فقال: بل أنت ابنة نبي وعمك نبي نبي وزوجك نبي، فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وهي ابنة نبي وهو هارون بن عمران، وعمها موسى بن عمران كليم الله جل جلاله. واختارهن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلهن هذا المقام الرفيع، فجعلهن أمهات للمؤمنين، وحرمهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وخصهن بأحكام متعددة كتضعيف الحسنات، وبين أنهن لسن كغيرهن من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وكذلك آل بيته من أصحابه، فمنهم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ذريته إليه، وهي التي بقيت ذريته من قبلها وستبقى إلى يوم القيامة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها وناجاها في آخر عهده بالدنيا، فحدثها بأمر فبكت، ثم دعاها فحدثها بأمر فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها أن تحدثها بالأمرين فأبت وقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة فأقسمت عليها بحقها عليها أن تحدثها بما حدثها برسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضحكت وحين بكت، فقال حدثني أنه قد دنا أجله وأنه مقبوض فبكيت، ثم حدثني أنني أقرب أهله به لحاقا فضحكت، هي أول أهله به لحاقا، فلم تعش بعده إلا شهرين أو ستة أشهر. ومنهم علي بن أبي طالب أبو الحسن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وبيّن فضله ومزيته بمحضر الصحابة في رجوعه من حجة الوداع عندما نزل بغدير خم فأخذ بيده فقال في وصيته للمؤمنين إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آل بيتي، ثم أخذ بيد علي فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. وعلي رضي الله عنه آمن وهو ثاني من آمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك، فقد خلفه على المدينة و ثبته بقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وهو من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمرائه الذين كان يوليهم وأعطاه اللواء في عدد من المشاهد والغزوات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، فقال في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فتطاولت الأعناق لها فباتوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب وكان قد أصابه رمد شديد فبصق في عينيه وقال اللهم قه الحر والبرد، فما أحس علي بعد ذلك بحر ولا برد، فأعطاه اللواء ففتح الله على يديه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره أنه يحب أربعة من أصحابه وأمره أن يحبهم، وهم بلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعلي بن أبي طالب، فهؤلاء يحبهم الله جل جلاله، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بحبه لهم وأمره أن يحبهم. بل إن عليا قال كما صح عنه لعهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق، فبغضه نفاق وحبه إيمان. ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، كان يقول في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء الحسين وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس في مسجده وهو ساجد، فركبا على ظهره فأطال لهما السجود لئلا يزعجهما، فلما سلم نظر إليهما فقال نعم الجمل جملكما. وجاءت أمامة فوقفت إلى جنبه وهو قائم يصلي فتعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها حتى أنهى الصلاة.
قد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بالجنة، وبين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، فيجب الإيمان بأنهما من أهل الجنة. وكذلك منهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد أعز الله به هذا الدين، وشهد بدرا وكان من الذين برزوا للبراز، هو وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفيهم أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في البراز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، والذين كفروا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهؤلاء أنزل الله فيهم هذا الخصام العجيب الذي ذكر نتيجته، وهي مقتضية لوجوب الجنة لهؤلاء ووجوب النار لأولئك. وحمزة سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك العباس بن عبد المطلب، أسلم قديما بمكة قبل موت أبي طالب، وكان يكتم إيمانه لأن ذلك أولى لخدمة هذا الدين، وقد شهد بيعة العقبة حين جاء الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليهم، ولم يكن الأنصار يظنونه مؤمنا، بل زعموا أنه على دين قومه وإنما جاء يحتاط لابن أخيه، لكن الواقع أنه كان مؤمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الهجرة ستختم به كما ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويقدره ويقول: عم الرجل صنو أبيه، أي عم الرجل هو وأبوه نبتا من أصل واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقدره ويجله، وقد خرج مهاجراً قبل فتح مكة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فأرسل أبا رافع بأهله إلى المدينة، ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد غزوة الفتح وغزوة حنين وغزوة الطائف، وهي ثلاث غزوات كانت في سفر واحد. وكذلك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت المدينة وكان يحبها حبا شديدا قال: طيبة طابت. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مختتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومنهم عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي أدركن الإسلام فأسلمنا، وأفضلهن صفية بنت عبد المطلب، وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويقدرها وكان يمازحها. دخلت عليه يوما فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فشق ذلك عليها، فبين لها أن الله يبعثهم في عمر 33 سنة، وهم الزمرة الأولى الذين وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر، وقامتهم على قامة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في العرض. وجاءت يوما تسأله فقالت: احملني، أي أعطني جملا أركبه. فقال: لا أحملنك على ابن الناقة.
فقالت لا يحملني ابن الناقة، وكانت هي امرأة جزلة قوية، وهي التي قتلت اليهودية يوم الأحزاب عندما جاء يجوس بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا الحق، كل مزاحه حق. وكذلك من آل بيته من الصحابة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أم أسرة أبي طالب، فأكبر أولادها طالب بن أبي طالب، وبينه وبين عقيل بن أبي طالب 10 سنين، وبين عقيل وجعفر 10 سنين، وبين جعفر وعلي 10 سنين، ولها ابنتان هما أم هانئ وجمانة رضي الله عنهم أجمعين. ففاطمة بنت أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها أمي بعد أمي، وكان يجلها ويقدرها، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمها وتطحن لها الشعير بالرحى بين يديها. وقد اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها لما دفنها بالبقيع. وكذلك منهم بقية الصحابة من آل البيت كجعفر بن أبي طالب ذي الجناحين، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، وبين أنه رآه في الجنة له جناحان يطير بهما مع الملائكة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء مؤتة، قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم، فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ جعفر الراية بيمينه وهو يقاتل بسيفه بشماله، فقطعت يمينه فأمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فأكب عليها بذقنه يمسكها متقدما في وجوه العدو ونحورهم حتى نال الشهادة في سبيل الله. وكذلك منهم عقيل بن أبي طالب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبين، فحبه للإسلام وحبه لمحبة أبي طالب له. وكذلك منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليته، وكان يهجوه قبل إسلامه، فأسلم بعد بيعة رضوان بعد الحديبية. وقد جاء هو وابن عمته عبد الله بن أبي أمية مسلمين، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله هو مقترح الينبوع الذي قال له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وأبو سفيان كان يهجوه فأعرض عنهما. فذهب إلى أم سلمة أم المؤمنين فشفعت لهما فقالت لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فلم يسمع منها. فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال إني لا أشفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أدلكما على أمر. فقال وما هو؟ فقال قولا ما قال إخوة يوسف ليوسف، فلا ينبغي لأحد أن يكون أحسن جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأحب أبا سفيان وكان يقول له إني لأرجو أن يجعلك الله خلفا عن حمزة. ولذلك لما انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم يثبت معه إلا 100 شخص، وكان يتقدم في نحور هوازن ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كان أبو سفيان ممسكا بزمام بغلته يقودها. وكذلك إخوته أبناء الحارث بن عبد المطلب، وهكذا ذرياتهم من بعدهم الذين أدركوا وصحبوا. ثم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم الذين شهدوا بدرا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
فغفر الله لهم قبل ذنوبهم، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، ذنوبهم سبقتها المغفرة. وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين، يأتي في الترتيب أهل بدر، وكانوا 313 رجلا، 84 منهم من المهاجرين والبقية من الأنصار. وكذلك بعدهم أهل أحد وهم 700 رجل، قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3500 وهم قريش الذين جاءوا غازين المدينة يوم أحد، ومنهم شهداء أحد وهم 70 شهيدا. وأولئك لهم مزية مخصوصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه، إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وفيهم أنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وبعد ذلك الذين بايعوه تحت الشجرة فإنه خرج يريد العمرة ومعه 1500 من أصحابه، فلما وصلوا إلى المضيق الذي بقرب مكة نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يخرج اليوم من بين هذين الجبلين أحد إلا وهو من أهل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. فهم 1500 كلهم من أهل الجنة إلا رجل واحد وهو صاحب الجمل الأحمر، وهو الجد بن قيس السلمي من بني سلمة من الأنصار، بني سلمة من الأنصار، وقد بايعوا تحت الشجرة. فأنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أول من بايع تحت الشجرة أبو محصن الأسدي من بني أسد بن خزيمة، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم أبو بكر الصديق، ثم استمرت البيعة حتى بايعوا عن آخرهم، وقد بايعوه على الموت. وهؤلاء جميعا من أهل الجنة، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، أقسم أن لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فيجب الإيمان بأنهم جميعا من أهل الجنة. وأفضل هؤلاء جميعا الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، هو أول بالغ بعد خديجة تصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول رجل آمن به وصدقه، وكان تصديقه غير مشروط. لما امتحن الله أهل مكة بقضية الإسراء والمعراج كان أبو بكر خارج مكة، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا أتدري ما قال صاحبك؟ زعم أنه ذهب به في ليلة واحدة إلى الشام حتى رأى بيت المقدس ثم عرج به فوق السماوات العلى، فقال إن كان قالها فقد صدق. فهو مصدق له في كل ما يخبر به. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً في ملأ من أصحابه بالمدينة ولم يكن أبو بكر ولا عمر حاضرا، فحدثهم أن رجلا ممن كان قبلنا كان يزرع على بقرة، فالتفتت إليه فقالت ما خلقت لهذا، فقالوا سبحان الله بقرة تكلمت، قال لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فيشهد لأبي بكر وعمر وهما غائبان أنهما يؤمنان بذلك لأنهما يصدقان بكل ما جاء به ولا يستفصلان في ذلك. أبو بكر الصديق
جعله الله صاحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصحبته صحبته في الدنيا وصحبته في الآخرة، فهو مرافقه في الدنيا وهو مرافقه في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فهذا الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الدنيا والآخرة. لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ذهب إلى بيت آل أبي بكر في وقت الظهيرة. قالت أسماء: فرآه أبي فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت لم يكن يأتينا فيه ما جاء إلا لأمر. فدخل فسلم فقال: أخرج عني من عندك. فقال: إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك، عائشة وأسماء. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة؟ فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما علمت قول قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. أسماء ما كانت تعرف أن أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك الوقت. وأبو بكر الصديق اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين للمؤمنين. أول حجة بعد أن فرض الله الحج على المؤمنين أمر الله عليها أبا بكر الصديق. الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم اختاره المهاجرون والأنصار فبايعوه خليفة، وقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحد، ولم يأمرهم أن يبايعوا أبا بكر، كان يريد أن يكتب كتابا، لكن حال الله بينه وبين ذلك ومنعه منه لئلا يكون ذلك الكتاب مما يلحق بالقرآن وليس منه. فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأوصى في وصيته أن تسد كل خوخة في المسجد، أي كل باب نافذ إلى دار واحدة، إلا خوخة أبي بكر. جميع النوافذ التي توصل إلى دور مخصوصة أمر بسدها إلا نافذة واحدة، هي نافذة أبي بكر. أبو بكر الصديق شهد الله له بالفضل في كتابه، فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فشهد الله له بالفضل والسعة، ففضله الله، ويشمل ذلك الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة. والسعة نعمة الله عليه في الدنيا بالمال الحلال الذي يأخذه من حله ويضعه في محله، يكتسب المال من تجارته فينقذ به إخوانه الذين هم أعز عليه وأحب إليه من أولاده ومن أبيه وأمه، كبلال الذي كان يعذبه أمية بن خلف بأشد أنواع العذاب وهو صامد صابر لا يتزحزح ولا يبالي، يبطح على الحجارة في وقت الظهيرة في بطحاء مكة، وتحمل حجارة بالنار وتوضع على ظهره وهو يقول: أحد أحد. لم يتأثر بلال بكل الضغوط وكل التعذيب، صبر على الأذى في سبيل الله. فجاء أبو بكر فالمال الذي كسبه من تجارته وتعب فيه بذله لإنقاذ أخيه بلال، فصرفه جميعا ليستنقذ به بلالا. بعد أن قيل لأمية بن خلف: إن أبا بكر لا يريد بلال الخدمة والملك، وإنما يريده لينقذه فيتحرر لدينه، فأغلي عليه، فأغلى عليه فباعه بلالا بعشرة أضعاف قيمته، فحرره أبو بكر لله جل جلاله. فكان بلال سيد المسلمين كما كان أبو بكر سيدهم، وقال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولهذا فإن بلالا تولى الأمر الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول الإمامة، والأمر الثاني الأذان. الأمر الأول إمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الإمام من يأتي؟ المؤذن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فكان بلال الرجل الثاني في الإسلام في إقامة الدين.
الصلاة هي عمود الدين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أم الدعائم، يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بلال مباشرة. وبلال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشته في الجنة، وشهد له بالتعيين بأنه من أهل الجنة، ورأى قصره في الجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره قصرا كبيرا لبلال في الجنة، وسأله عن سبب سبقه إلى الجنة، فذكر أنه ما أحدث قط إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى ركعتين، محافظ على الطهارة والصلاة، فهو طاهر القلب، طاهر الجسم، طاهر الظاهر، طاهر الباطن، اختاره الله لهذا المقام وهو أهل له أهل، فأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ودخول الوقت والعلاقة بالله والموعد مع الله، هو الذي يحدد للمسلمين الموعد مع الله، فيجيبون دعاءه ونداءه. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغازي كلها، فلما توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يغزيه إلى الشام، فأغزاه إلى الشام، فجاء من الشام مرة واحدة في حج، فسأله عمر بن الخطاب أن يؤذن، فلما أذن سمع أهل المدينة أذانه فبكوا جميعا، لم يبق بالمدينة أحد إلا بكى، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بلال يؤذن بين يديه، فبكوا جميعا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له حين ذكروه بأذان بلال. كذلك بعد أبي بكر الصديق أبو حفص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، شهد بدرا والمشاهد كلها، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبين أنه لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ووافقه الوحي في مواقع كثيرة، يجتهد عمر باجتهاده وعقله فينزل الله الوحي موافقا لاجتهاده وعقله، مما يدل على أنه أهل لهذا المستوى فيصدقه الوحي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي أحد منهم فمنهم عمر بن الخطاب. والمحدثون الذين يدلهم الله ببصائرهم وصفاء قلوبهم على بعض الغيوب، فينظرون إليها من حاجز غير حصين، فأولئك كانوا كثيرا في الأمم السابقة، وهذه الأمة المحدثون فيها غير محصورين، لا نعلم عددهم، ولكن منهم عمر بن الخطاب، فهو مقطوع به أنه منهم. وقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائي عجيبة، رأى أنه يعرض عليه الناس وهم يلبسون قمصا، فمنها ما يبلغ الثديين ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره، قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الإيمان، هذا الإيمان الذي يلبسه أكثر من حجمه يجره. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه جيء بقدح من لبن، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره، فناول فضله عمر بن الخطاب، قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم، هذا العلم علم الصحابة، رجع إلى عمر بن الخطاب، فكان في أربعة منهم عمر بن الخطاب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك أني على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. والمقصود بالدلو هنا الخلافة، الإمامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزعت بها ما شاء الله أن أنزع، عشر سنوات من عمر الدولة الإسلامية يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناولها ابن أبي قحافة خلافة أبي بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين دلوا أو دلوين، والمقصود بذلك سنتان وشهران، وهي مدة خلافة أبي بكر الصديق، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف وهو ردة الناس عن الإسلام،
وقد قال أبو بكر: والله لا يمنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه، والله يرحمه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على أهل الردة، فأعانه الله عليهم ورد الناس إلى الإسلام بالسيف، الذين قاتلوا وارتدوا ومنعوا قاتلهم أبو بكر الصديق حتى ردهم إلى الإسلام. ثم تناولها ابن الخطاب، صار هو الخليفة، فاستحالت غربا، أي تحولت الدلو البكرة التي هي متوسطة غير كبيرة إلى دلو غرب وهي الكبيرة جدا، وذلك لتضاعف مساحة الأرض الإسلامية. فتح الشام وفتح العراق وفتحت مصر، فاتسعت الرقعة وتضاعفت. فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. صح في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شرفها الله على سائر النساء، وهذا الفضل يشمل الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة، فإن الله وعدها في الدنيا رزقا كريما ووعدها في الآخرة المغفرة، إن الله قال: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالمغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الدنيا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها بهذا الحديث وبيّن درجتها، كذلك يشمل هذا التفضيل ما خصها الله به من العلم النافع، فكانت من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين شهدوا نزول الوحي، وكانت من أعلم الصحابة، وكانت من أهل الاجتهاد والفتوى، ولذلك جمع الزركشي رحمه الله ردودها على الصحابة فكانت كتاباً سماه الإصابة فيما ردت به عائشة على الصحابة. وكذلك بقية أمهات المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذلك أم سلمة رملة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأم حبيبة أقصد هند أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهؤلاء قريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعن معه في مرة، وكذلك سودة بنت زمعة بن عبد قيس وهي من بني عامر بن لؤي من قريش أيضا، وكذلك بقيتهن، فمنهن زينب بنت جحش بن لئاب بن ضبة الأسدية من بني أسد بن خزيمة، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزيمة، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية من خزاعة، وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وأختها لأم وهي زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة أيضا، وأمها وأم ميمونة بنت الحارث هند بنت عوف الحميرية التي صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وصاهرها أبو بكر، وصاهرها علي، وصاهرها حمزة، وصاهرها العباس، وصاهرها جعفر بن أبي طالب، وصاهرها عبد الرحمن بن عوف وعلي، نعم عددته. ومن من يعد في مصاهرتها أيضا أنها أن ابنتها أم لخالد بن الوليد، فلا يعد الوليد مع أصهارها المذكورين، لكن يعد ابنه خالد معهم فهو ابن بنتها. وأمهات المؤمنين كذلك من غير العرب، منهن صفية بنت حيي بن أخطب، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبها وأنها من ذرية نبي الله هارون بن عمران، وأن عمها موسى بن عمران، وعندما فاخرها
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتها فقال: بل أنت ابنة نبي وعمك نبي نبي وزوجك نبي. فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وهي ابنة نبي وهو هارون بن عمران، وعمها موسى بن عمران كليم الله جل جلاله. واختارهن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلهن هذا المقام الرفيع، فجعلهن أمهات للمؤمنين، وحرمهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وخصهن بأحكام متعددة كتضعيف الحسنات، وبين أنهن لسن كغيرهن من النساء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وكذلك آل بيته من أصحابه، فمنهم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب ذريته إليه، وهي التي بقيت ذريته من قبلها وستبقى إلى يوم القيامة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها وناجاها في آخر عهده بالدنيا، فحدثها بأمر فبكت، ثم دعاها فحدثها بأمر فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها أن تحدثها بالأمرين فأبت، وقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة فأقسمت عليها بحقها عليها أن تحدثها بما حدثها برسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضحكت وحين بكت، فقال: حدثني أنه قد دنا أجله وأنه مقبوض فبكيت، ثم حدثني أنني أقرب أهله به لحاقا فضحكت، هي أول أهله به لحاقا، فلم تعش بعده إلا شهرين أو ستة أشهر. ومنهم علي بن أبي طالب أبو الحسن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وبيّن فضله ومزيته بمحضر الصحابة في رجوعه من حجة الوداع، عندما نزل بغدير خم فأخذ بيده فقال في وصيته للمؤمنين: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. ثم أخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. وعلي رضي الله عنه آمن، وهو ثاني من آمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك، فقد خلفه على المدينة و ثبته بقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وهو من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمرائه الذين كان يوليهم وأعطاه اللواء في عدد من المشاهد والغزوات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، فقال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتطاولت الأعناق لها فباتوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب وكان قد أصابه رمد شديد، فبصق في عينيه وقال: اللهم قه الحر والبرد. فما أحس علي بعد ذلك بحر ولا برد، فأعطاه اللواء ففتح الله على يديه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره أنه يحب أربعة من أصحابه وأمره أن يحبهم، وهم بلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعلي بن أبي طالب. فهؤلاء يحبهم الله جل جلاله، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بحبه لهم وأمره أن يحبهم. بل إن عليا قال كما صح عنه: لعهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق. فبغضه نفاق،
وحبه إيمان. ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، كان يقول في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء الحسين وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس في مسجده وهو ساجد، فركبا على ظهره فأطال لهما السجود لئلا يزعجهما. فلما سلم نظر إليهما فقال: نعم الجمل جملكما. وجاءت أمامة فوقفت إلى جنبه وهو قائم يصلي، فتعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، حتى أنهى الصلاة. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بالجنة، وبين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، فيجب الإيمان بأنهما من أهل الجنة. وكذلك منهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد أعز الله به هذا الدين، وشهد بدرا وكان من الذين برزوا للبراز، هو وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفيهم أنزل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في البراز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، والذين كفروا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهؤلاء أنزل الله فيهم هذا الخصام العجيب الذي ذكر نتيجته، وهي مقتضية لوجوب الجنة لهؤلاء ووجوب النار لأولئك. وحمزة سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك العباس بن عبد المطلب، أسلم قديما بمكة قبل موت أبي طالب، وكان يكتم إيمانه لأن ذلك أولى لخدمة هذا الدين. وقد شهد بيعة العقبة حين جاء الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليهم، ولم يكن الأنصار يظنونه مؤمنا، بل زعموا أنه على دين قومه وإنما جاء يحتاط لابن أخيه، لكن الواقع أنه كان مؤمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الهجرة ستختم به كما ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويقدره ويقول: عم الرجل صنو أبيه، أي عم الرجل هو وأبوه نبتا من أصل واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقدره ويجله. وقد خرج مهاجراً قبل فتح مكة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فأرسل أبا رافع بأهله إلى المدينة، ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد غزوة الفتح وغزوة حنين وغزوة الطائف، وهي ثلاث غزوات كانت في سفر واحد. وكذلك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت المدينة وكان يحبها حبا شديدا قال: طيبة طابت. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم
إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومنهم عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي أدركن الإسلام فأسلمنا، وأفضلهن صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويقدرها وكان يمازحها. دخلت عليه يوما فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فشق ذلك عليها فبين لها أن الله يبعثهم في عمر 33 سنة، وهم الزمرة الأولى الذين وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر، وقامتهم على قامة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض. وجاءت يوما تسأله فقالت: احملني، أي أعطني جملا أركبه. فقال: لا أحملنك على ابن الناقة. فقالت: لا يحملني ابن الناقة. وكانت هي امرأة جزلة قوية، وهي التي قتلت اليهودية يوم الأحزاب عندما جاء يجوس بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا الحق، كل مزاحه حق. وكذلك من آل بيته من الصحابة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أم أسرة أبي طالب، فأكبر أولادها طالب بن أبي طالب، وبينه وبين عقيل بن أبي طالب 10 سنين، وبين عقيل وجعفر 10 سنين، وبين جعفر وعلي 10 سنين، ولها ابنتان هما أم هانئ وجمانة رضي الله عنهم أجمعين. ففاطمة بنت أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: أمي بعد أمي، وكان يجلها ويقدرها. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمها وتطحن لها الشعير بالرحى بين يديها. وقد اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها لما دفنها بالبقيع. وكذلك منهم بقية الصحابة من آل البيت كجعفر بن أبي طالب ذي الجناحين، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، وبين أنه رآه في الجنة له جناحان يطير بهما مع الملائكة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء مؤتة، قال: أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ جعفر الراية بيمينه وهو يقاتل بسيفه بشماله، فقطعت يمينه، فأمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فأكب عليها بذقنه يمسكها متقدما في وجوه العدو ونحورهم حتى نال الشهادة في سبيل الله. وكذلك منهم عقيل بن أبي طالب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبين، فحبه للإسلام وحبه لمحبة أبي طالب له. وكذلك منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليته، وكان يهجوه قبل إسلامه، فأسلم بعد بيعة الرضوان بعد الحديبية. وقد جاء هو وابن عمته عبد الله بن أبي أمية مسلمين، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله هو مقترح الينبوع الذي قال له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وأبو سفيان كان يهجوه فأعرض عنهما، فذهب إلى أم سلمة أم المؤمنين فشفعت لهما فقالت: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فلم يسمع منها، فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال: إني لا أشفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أدلكما على أمر. فقال: وما هو؟ فقال: قولا ما قال إخوة يوسف ليوسف
فلا ينبغي لأحد أن يكون أحسن جواباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأحب أبا سفيان وكان يقول له: إني لأرجو أن يجعلك الله خلفاً عن حمزة. ولذلك لما انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم يثبت معه إلا 100 شخص، وكان يتقدم في نحور هوازن ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان أبو سفيان ممسكاً بزمام بغلته يقودها. وكذلك إخوته أبناء الحارث بن عبد المطلب، وهكذا ذرياتهم من بعدهم الذين أدركوا وصحبوا، ثم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم الذين شهدوا بدرا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغفر الله لهم قبل ذنوبهم، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، ذنوبهم سبقتها المغفرة. وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين، يأتي في الترتيب أهل بدر، وكانوا 313 رجلا، 84 منهم من المهاجرين والبقية من الأنصار. وكذلك بعدهم أهل أحد وهم 700 رجل، قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3500، وهم قريش الذين جاءوا غازين المدينة يوم أحد، ومنهم شهداء أحد وهم 70 شهيدا. وأولئك لهم مزية مخصوصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل موته ب8 أيام، فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه، إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وفيهم أنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وبعد ذلك الذين بايعوه تحت الشجرة، فإنه خرج يريد العمرة ومعه 1500 من أصحابه، فلما وصلوا إلى المضيق الذي بقرب مكة نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخرج اليوم من بين هذين الجبلين أحد إلا وهو من أهل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. فهم 1500 كلهم من أهل الجنة إلا رجل واحد وهو صاحب الجمل الأحمر، وهو الجد بن قيس السلمي من بني سلمة من الأنصار، بني سلمة من الأنصار، وقد بايعوا تحت الشجرة. فأنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أول من بايع تحت الشجرة أبو محصن الأسدي من بني أسد بن خزيمة، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم أبو بكر الصديق، ثم استمرت البيعة حتى بايعوا عن آخرهم، وقد بايعوه على الموت. وهؤلاء جميعا من أهل الجنة، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أقسم أن لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فيجب الإيمان بأنهم جميعا من أهل الجنة. وأفضل هؤلاء جميعاً الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان
بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. هو أول بالغ بعد خديجة تصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول رجل آمن به وصدقه، وكان تصديقه غير مشروط. لما امتحن الله أهل مكة بقضية الإسراء والمعراج، كان أبو بكر خارج مكة، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا: أتدري ما قال صاحبك؟ زعم أنه ذهب به في ليلة واحدة إلى الشام حتى رأى بيت المقدس، ثم عرج به فوق السماوات العلى، فقال: إن كان قالها فقد صدق. فهو مصدق له في كل ما يخبر به. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ملأ من أصحابه بالمدينة، ولم يكن أبو بكر ولا عمر حاضرا، فحدثهم أن رجلا ممن كان قبلنا كان يزرع على بقرة، فالتفتت إليه فقالت: ما خلقت لهذا؟ فقالوا: سبحان الله، بقرة تكلمت. قال: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فيشهد لأبي بكر وعمر وهما غائبان أنهما يؤمنان بذلك، لأنهما يصدقان بكل ما جاء به ولا يستفصلان في ذلك. أبو بكر الصديق جعله الله صاحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصحبة صحبة في الدنيا وصحبة في الآخرة، فهو مرافقه في الدنيا وهو مرافقه في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فهذا الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الدنيا والآخرة. لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ذهب إلى بيت آل أبي بكر في وقت الظهيرة. قالت أسماء: فرآه أبي فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في وقت لم يكن يأتينا فيه ما جاء إلا لأمر. فدخل فسلم فقال: أخرج عني من عندك. فقال: إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك، عائشة وأسماء. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة؟ فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما علمت قول قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. أسماء ما كانت تعرف أن أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك الوقت. وأبو بكر الصديق اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين للمؤمنين. أول حجة بعد أن فرض الله الحج على المؤمنين أمر الله عليها أبا بكر الصديق. الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم اختاره المهاجرون والأنصار فبايعوه خليفة، وقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحد، ولم يأمرهم أن يبايعوا أبا بكر، كان يريد أن يكتب كتابا، لكن حال الله بينه وبين ذلك ومنعه منه لئلا يكون ذلك الكتاب مما يلحق بالقرآن وليس منه. فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأوصى في وصيته أن تسد كل خوخة في المسجد، أي كل باب نافذ إلى دار واحدة، إلا خوخة أبي بكر. جميع النوافذ التي توصل إلى دور مخصوصة أمر بسدها، إلا نافذة واحدة هي نافذة أبي بكر. أبو بكر الصديق شهد الله له بالفضل في كتابه، فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فشهد الله له بالفضل والسعة، ففضله الله، ويشمل ذلك الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة. والسعة نعمة الله عليه في الدنيا بالمال الحلال الذي يأخذه من حله ويضعه في محله، يكتسب المال من تجارته فينقذ به إخوانه الذين هم أعز عليه وأحب إليه من أولاده ومن أبيه وأمه، كبلال الذي كان يعذبه أمية بن خلف
بأشد أنواع العذاب، وهو صامد صابر لا يتزحزح ولا يبالي. يبطح على الحجارة في وقت الظهيرة في بطحاء مكة، وتحمل حجارة من نار وتوضع على ظهره وهو يقول أحد أحد. لم يتأثر بلال بكل الضغوط وكل التعذيب، صبر على الأذى في سبيل الله. فجاء أبو بكر فالمال الذي كسبه من تجارته وتعب فيه بذله لإنقاذ أخيه بلال، فصرفه جميعا ليستنقذ به بلالا. بعد أن قيل لأمية بن خلف إن أبا بكر لا يريد بلال الخدمة والملك، وإنما يريده لينقذه فيتحرر لدينه، فأغلى عليه فباعه بلالا بعشرة أضعاف قيمته، فحرره أبو بكر لله جل جلاله. فكان بلال سيد المسلمين كما كان أبو بكر سيدهم، وقال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولهذا فإن بلالا تولى الأمر الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول الإمامة والأمر الثاني الأذان. الأمر الأول إمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الإمام من يأتي؟ المؤذن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فكان بلال الرجل الثاني في الإسلام في إقامة الدين. الصلاة هي عمود الدين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أم الدعائم، يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بلال مباشرة. وبلال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشته في الجنة، وشهد له بالتعيين بأنه من أهل الجنة، ورأى قصره في الجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره قصرا كبيرا لبلال في الجنة، وسأله عن سبب سبقه إلى الجنة، فذكر أنه ما أحدث قط إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى ركعتين، محافظ على الطهارة والصلاة، فهو طاهر القلب، طاهر الجسم، طاهر الظاهر، طاهر الباطن، اختاره الله لهذا المقام وهو أهل له أهل. فأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ودخول الوقت والعلاقة بالله والموعد مع الله، هو الذي يحدد للمسلمين الموعد مع الله، فيجيبون دعاءه ونداءه. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغازي كلها، فلما توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يغزيه إلى الشام، فأغزاه إلى الشام، فجاء من الشام مرة واحدة في حج، فسأله عمر بن الخطاب أن يؤذن، فلما أذن سمع أهل المدينة أذانه فبكوا جميعا، لم يبق بالمدينة أحد إلا بكى، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بلال يؤذن بين يديه، فبكوا جميعا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له حين ذكروه بأذان بلال. كذلك بعد أبي بكر الصديق أبو حفص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، شهد بدرا والمشاهد كلها، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبين أنه لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ووافقه الوحي في مواقع كثيرة، يجتهد عمر باجتهاده وعقله فينزل الله الوحي موافقا لاجتهاده وعقله، مما يدل على أنه أهل لهذا المستوى فيصدقه الوحي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي أحد منهم فمنهم عمر بن الخطاب. والمحدثون الذين يدلهم الله ببصائرهم وصفاء قلوبهم على بعض الغيوب فينظرون إليها من حاجز غير حصين، فأولئك كانوا كثيرا في الأمم السابقة، وهذه الأمة المحدثون فيها غير محصورين، لا نعلم عددهم، ولكن منهم عمر بن الخطاب فهو مقطوع به أنه منهم. وقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائي عجيبة، رأى أنه يعرض عليه الناس وهم يلبسون قمصا، فمنها ما يبلغ الثديين ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره. قيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال الإيمان، هذا الإيمان الذي يلبسه أكثر
من حجمه يجره. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه جيء بقدح من لبن فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره، فناول فضله عمر بن الخطاب. قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا العلم، علم الصحابة، رجع إلى عمر بن الخطاب، فكان في أربعة منهم عمر بن الخطاب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك أني على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. والمقصود بالدلو هنا الخلافة، الإمامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزعت بها ما شاء الله أن أنزع، عشر سنوات من عمر الدولة الإسلامية يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تناولها ابن أبي قحافة خلافة أبي بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين دلوا أو دلوين، والمقصود بذلك سنتان وشهران، وهي مدة خلافة أبي بكر الصديق. ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف وهو ردة الناس عن الإسلام، وقد قال أبو بكر: والله لا يمنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه والله يرحمه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على أهل الردة، فأعانه الله عليهم ورد الناس إلى الإسلام بالسيف الذين قاتلوا وارتدوا ومنعوا، قاتلهم أبو بكر الصديق حتى ردهم إلى الإسلام. ثم تناولها ابن الخطاب، صار هو الخليفة، فاستحالت غربا، أي تحولت الدلو البكرة التي هي متوسطة غير كبيرة إلى دلو غرب وهي الكبيرة جدا، وذلك لتضاعف مساحة الأرض الإسلامية. فتح الشام وفتح العراق وفتحت مصر، فاتسعت الرقعة وتضاعفت. فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن.